التوتر في آخر 10 أيام من رئاسة ترامب يمتد من فوضى الكابيتال في واشنطن إلى الشرق الأوسط، حيث تصعيد إيران وتل أبيب ومن خلفهما التحشيد الأمريكي في الخليج، ثم العراق المتورط بمدارات هذا الصراع. مسؤول أمني بارز في وزارة الدفاع الإسرائيلية حذر من وجود تحركات لضرب تل أبيب بصواريخ عبر الأراضي العراقية واليمنية، مبينا أن صواريخ إيرانية تصنع في البلدين وأخرى تم نقلها لضرب تل أبيب. المسؤول الإسرائيلي توعد بهدر دم من يحاول المساس ببلاده. أما إيران التي تترقب رحيل ترامب لتتنفس الصعداء فهي الأخرى تشارك بحرب التصريحات الساخنة، إذ أعلن الحرس الثوري عن وجود قاعدة للصواريخ على ساحل الخليج وعن طائرات مسيرة حديثة للرد على أي هجوم. التوتر المسكون بهواجس اندلاع حرب قد تكون سماء العراق مسرحا لعملياتها يفاقمه تحرك فصائل موالية لإيران ضد المصالح الأمريكية عبر تكثيف هجماتها مؤخرا. هذا المشهد يراقبه صانعو القرار في بغداد وطهران وتل أبيب وواشنطن في حيرة أمام آخر سيناريوهات الرئيس المنتهية ولايته.